السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله تعالى أن يقودنا وإياكم إلى الجنة. نعم أيها الأحباب الكرام، المطلوب الأساس عند كل مؤمن ومؤمنة أن يكون بعد البعث والنشور من أهل الجنة. ونحن في هذه الأيام المباركة نريد أن نتحدث عن هذه الدار التي هي مقر سكن المؤمنين. مقر سكن المؤمنين إن شاء الله تعالى بعد الموت والبعث والحساب هي الجنة، تلك الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه ولأهل طاعته. ونريد من خلال حلقة اليوم أن نتعرف عن الأعمال التي تدخل العبد إلى الجنة، وأيضا الأعمال التي قد تحرمه من ذلك. فالحديث عن الجنة أرق الصالحين وأقدم ضجع المتقين. لماذا؟ لأنهم يخافون أن يمنعوا من دخول تلك الدار. من يدرس سير الصالحين وسير المتقين سيجد بأنهم لما خبروا هذه الحياة ووجدوا فيها مشاكل وصعوبات انتبهوا إلى أن الغاية من هذه الحياة هي أن تنجح في الامتحان وتنال رضا الرحمن، وأنك بعد أن تفارق هذا الكويكب الأرضي تكون قد فزت بالجنة. طبعا هذه الجنة هي لا يدخلها الإنسان بذكائه ولا بعلاقاته مع الآخرين، وإنما يدخلها بعمله وقلبه ووجدانه. حتى الأنبياء والمرسلين إذا رأينا سيرهم العطرة كانوا دوما يسألون الله تعالى أن يدخلهم الجنة. وأكبر عقاب يمكن أن يناله البشر ليس هو الأمراض والأسقام ولا الجفاف ولا غلاء الأسعار ولا الأوبئة ولا عواقب الحروب. أكبر عقاب ممكن يتعرض له الإنسان إذا حرم من دخول الجنة، أعادنا الله وإياكم من الخذلان والحرمان، هذا أكبر عقاب. يعني ماذا يقع لك في الوجود؟ إما أصبت بأمراض، أصبت بانتكاسة، ضاعت لك صفقة تجارية، وقع لك طلاق، حرمت من الأولاد، عشت وضعية مزرية، غلاء في الأسعار، عشت أوبئة وأمراض. كل هذه الأمور سوف تمر لأنها مؤقتة، لكن أعظم عقاب أن يحرم العبد من دخول الجنة. أما من أكرمه المولى وأعزه فإنه إذا كتب له الجنة سوف ينسى كل بؤس كان عليه في الدنيا، كل ما عشناه في الدنيا من آلام، وكل ما عشناه من متاعب ومن حرمان، كل ذلك سوف ننساه. اطمئنوا أيها الأحباب الكرام، مهما اشتدت عليك الكروب ومهما اشتدت عليك المآسي ستنسى كل شيء. ما إن يضع العبد المؤمن قدمه على عتبة الجنة حتى ينسى كل شيء. والعباد والزهاد والمجتهدون سينسون ظمأ الهواجر لما كانوا صائمين، هذا العطش كله سيتحول أن يملك الإنسان أنهار في الجنة، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه،
وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كل ما عانيته من ضمأ الهواجر ينسى. كذلك الناس الذين يقومون الليل سيكونون يوم القيامة وجوه من نور ويدخلون الجنة والنور يتبعهم، نورهم يمشي بين أيديهم وبأيمانهم لأنهم كانوا يقومون الليل للصلاة والناس نيام. الذين كانوا ينفقون أموالهم في السراء والضراء على الفقراء والمساكين ولا يبخلون، هؤلاء سيعطيهم المولى عز وجل على مد البصر، سيعطيهم خيرات وأراضي وثمار ونعيم ولا يقدر بثمن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والذين كانوا يملؤون أوقاتهم بالتسبيح والتكبير والتهليل سيجدون غراسا عظيمة. غراس الجنة هي التسبيح والتكبير والتهليل على مد البصر، نخيل وأشجار وثمار وغرس كله ملك لك كنت تزرعه بالتسبيح والتكبير. والذين سوف ينالون الدرجات العلى في الجنة هم الصابرون على البلاء. ربنا يعطيهم مقامات عالية ويجعل فوق رؤوسهم تاج الكرامة ويحلون أساور من فضة وذهبا ولؤلؤا. هؤلاء الصابرون على البلاء. ما إن يضع العبد المؤمن قدمه على عتبة الجنة حتى ينسى كل ما وقع له في الدنيا. أكيد أن ما وقع لنا ولكم جميعا فيه الكثير من الأحزان والكثير من الأمراض ومن الفقر والحاجة والظلم وغير ذلك، كل هذا يمحى نهائيا ولا يبقى منه شيء سوى النعيم. هذه الجنة أيها الأحبة الكرام أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين وأرشدنا إلى أعمال وأقوال بسيطة إذا قمنا بها سوف نكون بإذن الله تعالى مؤهلين لدخول هذه الجنة. يحدثنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أول أنه سيدنا النبي يكون أول من يقرع باب الجنة ويدخلها. أول من يدخل الجنة هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يحكي لنا أنه بينما هو يريد أن يدخل الجنة سيجد امرأة تزاحمه في الدخول، امرأة تزاحمه على الباب، فيتساءل من تكون هذه المرأة؟ هو نبي ربنا ألقى إليه الوحي وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وظل طول عمره في العبادة والطاعة والدعوة والجهاد والصبر واستحق أن يكون أول من يدخل إلى الجنة. لكن من هذه المرأة التي تزاحمه عند الباب؟ سيسألها النبي الكريم من أنت وما الذي جعلك بهذه المكانة؟ فتقول له يا رسول الله أنا امرأة كنت قائمة على أيتام لي هذه امرأة مات زوجها وترك لها أيتام وكانت تعتني بهم، فتكون أول من يزاحم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. لهذا قال كفالة اليتيم نعمة عظيمة، من كفل يتيما كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وجمع النبي الكريم بين السبابة والوسطى، فرق بين أصابعه وجمع بين السبابة والوسطى. من كفل يتيم عمل بسيط، إما أن تكون المرأة مات زوجها وعندها أيتام، وإما هناك أيتام يكفلهم أعمامهم أو أبناء أعمامهم أو أخوالهم أو صالحي المسلمين. هذا عمل يجعلك تزاحم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. هذه أعمال بسيطة ممكن نذكرها وهي مقدور عليها، إذا قمنا بها نكون قد نلنا هذا الفضل. كذلك من الأعمال البسيطة تدخلنا الجنة إماطة الأذى عن الطريق. تجد هناك أذى في الطريق، طريق عمومي في إما حديد مسامير أو حجارة قد تؤذي المارة،
تقول وما لي وما لهذا المشكل، هذا مشكل الدولة، مشكل الجماعة، لكن أنت أيضا تريد أن تساهم على قدر استطاعتك وتميط الأذى عن الطريق، هذا من أسباب دخول الجنة، لأن سيدنا النبي يحكي لنا لما رأى الجنة رأى فيها مظاهر كثيرة، ومما حكى قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. سيدنا النبي يحكي لما في الإسراء والمعراج ورأى هناك عدة مظاهر داخل الجنة، مما رأى رجل يتقلب في الجنة، رجل يتقلب يتنعم ينغمس في أنهارها ويعيش حياة ليس لها مثيل. فلما سأل من يكون هذا، قال هذا الرجل لما كان في الدنيا مر على شجرة في ظهر الطريق كانت تؤذي الناس فقطعها وأزحها عن الطريق لكي يمر الناس بسلام، قال رأيته يتقلب في أنهار الجنة، نعمة عظيمة. كذلك من الأمور التي بسيطة جدا ويمكن أن تدخلك الجنة هي الإحسان إلى البنات، عندك بنات إما أخواتك وإما بناتك وإما بنات عمك أو حيك، المهم هناك بنات في حياتك، نساء في حياتك، وأنت تحرص على الإحسان إليهن، إن كن صغيرات تحرص على تربيتهن، وإن كن كبيرات تصبر عليهن، هذا الأمر يجعلك من أهل الجنة ويحرم عليك النار. قال صلى الله عليه وسلم من يلي من هذه البنات شيئا فيحسن إليهن كن له سترا من النار. بنات إما أخواتك وإما بناتك من صلبك وإما بنات حولك من الحي أو من العائلة أو غير ذلك تحسن إليهن وهن صغيرات، وإذا كن كبيرات تصبر عليهن، هذا يكون لك سببا في دخول الجنة بلا حساب، هذه الأعمال تجعلك تدخل الجنة بلا حساب. كذلك من الأعمال البسيطة ممكن أن تدخلك الجنة أن الإنسان يسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء هو نعمة عظيمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، نحن نتوضأ في العادة 5 مرات في اليوم، كل مرة في هذه 5 مرات في اليوم ربنا عز وجل ينادي للجنة ويقول لها افتحي أبوابك لهؤلاء المؤمنين والمؤمنات، افتحي أبوابك الثمانية، الجنة لها 8 أبواب، كل باب ما بين السماء والأرض وكل باب يختلف عن بقية الأبواب. أنت إذا كنت ممن يحافظ على الوضوء وكان وتسبغه ومباشرة بعد أن تسبغ الوضوء وتنتهي منه تقول هذا الذكر المأثور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تنال هذا الحظ العظيم، ربنا ينادي ويقول افتحوا لعبد فلان ولأمة فلانة أبواب الجنة 8 يدخلون منها من حيث شاء. وإذا زدت على ذلك أنك أقمت الصلاة، يا سلام، إذا أقمت الصلاة وأديتها بخشوع سترى عجب العجاب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من بلال الحبشي، هذا الرجل كان أسود وكان عبدا ولكنه في ظل الإسلام صار من المقربين وصار من أصحاب المقامات الرفيعة، لأن الله تعالى نور قلبه ونور صدره ولسانه. تعجب النبي الكريم من أعمال وكرمات نالها سيدنا بلال الحبشي، قال له مرة يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، ماذا عملت في الإسلام؟ قال يا رسول الله ما عملت شيء، أنا كما يفعل الناس كلهم. قال فإني ما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشة عليك بين يدي،
كان سيدنا النبي ربنا يكرمه بين الفينة والأخرى يقوم بجولة في الجنة وهو فوق الأرض ينتقل به إلى ذلك العالم عالم الملكوت في رياض الرحموت وينظر نظرات في الجنة. فقال يا بلال إنني كلما طفت هناك سمعت خشخشة عليك بين يدي الأقدام لك تمشي. قال لي ماذا تفعل؟ قال يا نبي الله أما وقد سألت ذلك فإني كنت لا أتوضأ وضوءا فأسبغ فيه الوضوء إلا صليت لله عز وجل في أي ساعة من ليل النهار ما كتب الله لي أن أصلي. هذا سيدنا بلال نال هذه الدرجة العليا، كلما توضأ أول شيء يقوم به يذهب للصلاة، قد يكون الساعة من الليل وقد تكون من النهار يتنفل، كلما توضأ يذهب بسرعة للتنفل لا ينشغل بشيء من أمور الدنيا. فسيدنا النبي قال له هنيئا لك سمعت خشخة عليك بين يدي في الجنة. هناك أيضا أيها الأحبة الكرام خصال عظيمة إذا قمنا بها في هذه الأيام ونحن في أيام شعبان وعلى أبواب رمضان، لابد أن نستعد نتزود بالإيمان. كفانا من الدنيا ومشاكلها وهمومها فإنها كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أعمال بسيطة جدا إذا قمنا بها نكون إن شاء الله تعالى مؤهلين لدخول الجنة. سيدنا النبي كان يقول لصحابته اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. قالوا ما هي دي الست يا رسول الله؟ ست خصال نحافظ عليها جميعا. قال اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. خصال ست سهلة لكنها مهمة. المجتمع إذا توفر فيه أناس فيهم هذه الصفات أكيد أنه سيكون مجتمعا مسالما، مجتمعا هادئا مطمئنا، كل ما فيه من قوات أمنية وقضاة وسلطات تكون مرتاحة إذا كان هناك أناس عندهم هذه الصفات. أصدقوا إذا حدثتم، يعني الحديث لابد أن نصدق فيه، إذا كنت مع الناس أصدق في الحديث، إذا كنت تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي أصدق في الحديث، إذا قلت أي كلام أمام الجماهير أصدق في الحديث. وأوفوا إذا وعدتم، إذا وعدتم الناس بأي وعد لابد أن توفي هذا الوعد. وأدوا إذا أؤتمنتم، إذا أعطيت أمانة لكي تؤديها إلى أصحابها فعليك أن تؤديها بدون خيانة. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، هذا مجتمع الفضيلة، مجتمع النقاء والصفاء. وكفوا أيديكم، إياكم أن تؤذوا الناس، كفوا أيديكم. هذه خصال ست، قال من ضمنها لي ضمنت له الجنة، هكذا النبي الكريم سيضمنها لك، هذه الصفات الست يضمن لك بها الجنة. ثم أخبر النبي الكريم عن طاعات وأعمال تدخل الجنة كثيرة جدا، ومن بينها الصبر على البلاء. الصبر على البلاء، الصابرون يخرجون مباشرة من القبر مباشرة إلى الجنة، من القبور إلى القصور، دون أن ينصب أمامهم الميزان ودون أن ينشر أمامهم الديوان، لأن يوم القيامة هناك بعد الخروج من القبر سيكون هناك يوم الحساب، سينصب الميزان وينشر الديوان، كل واحد منا عنده ديوان فيه كتابة لكل أعماله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وينصب الميزان توزن أعمالك مقدار الصلاح ومقدار السيئات. لكن الصابرون على البلاء هؤلاء مباشرة من القبور للقصور لصفاتهم الحميدة. يصبرون على ماذا؟ يصبرون على ما حكم الله به، راضين بما قسم الله، غير ساخطين، مؤمنين بقضاء الله وقدره. هؤلاء ربنا لا يحاسبهم، لقد حسبوا أنفسهم في الدنيا إذا وقع لهم بلاء يقولون الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. إذا قال أحد ماذا وقع لك؟ يقول ربنا يحكم في خلقه ما يريد
ويفعل في خلقه ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هؤلاء يدخلون الجنة مباشرة من القبور إلى القصور، حتى إنهم لا يشهدون فزع يوم القيامة ومشاهد الحشر ونصب الميزان ونشر الديوان. الصابرون على البلاء، أيضا هناك الشاكرون عند العطاء، أيضا هؤلاء ربنا يكرمهم، قد يكونوا أغنياء وأثرياء وأصحاب مقامات يشكرون الله، ربنا أعطاهم المال، أعطاهم المناصب، أعطاهم الرتب العليا، هو الذي أعطاهم، أعطاهم جمال الصورة، أعطاهم المسكن الفسيح، أعطاهم شرف العطاء، عندهم أموال، هم عندهم شرف العطاء، يعطون للآخرين، هم لا يمدون أيديهم، كرامات أعطاهم الله في الدنيا، نعيم، ولكنهم لا يفتخرون ويتكبرون بهذا النعيم، وإنما يشكرون المولى، لك الحمد يا رب أن فضلتنا وأعطيتنا هذا النعيم وحرمت غيرنا، نحن عندنا قصور ودور كبيرة وعندنا شركات وعندنا أموال وعندنا مناصب وعندنا مقامات، هذه نعم من عند الله، تشكر ربنا على العطاء. كل من شكر الله على العطاء ربنا يدخله الجنة بلا حساب، كل من دوم الشكر بالذكر والحمد على لسانه لا ينقطع ذلك أبدا، هذا أيضا مثل الشاكر عن العطاء كالصابر على البلاء. لكن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة هو أن يحرص عموما على تقوى الله وحسن الخلق. فقد سئل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. هذا باختصار، هذا الحديث جمع بين التقوى وحسن الخلق. لماذا جمع بينهما؟ لأن التقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين خلقه، بين المخلوقات، حسن الخلق بينك وبين الناس، أما التقوى بينك وبين الله. من حافظ على تقوى الله وحسن الخلق كان هذا يدخل الجنة. ثم سيدنا النبي أعطانا واحد صفة جميلة، صفة كثيرة من يدخل الجنة، قال لنا تكفل لمن حسن خلقه ببيت في ربض الجنة، يعني لو سونتر فيل ديال الجنة، الجنة عظيمة جدا لكن هي مقامات، ولكن القلب ديال الجنة، قلبها بحال قلنا حنا لو سونتر فيل، يعني مركز المدينة كيكون هو الأجود. سيكون لك قصر في ربض الجنة بأي ثمن؟ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هؤلاء سوف ينالون أعظم بيوت الجنة، في ربض الجنة وفي وسط الجنة وفي أعلى الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، الجدال والقيل والقال، وهو على حق، أنت على حق، ولكن إذا دخلت معهم في المراء والجدال قد يشتعل الغضب وقد تسوء العلاقات، فأنت تقول لا بأس سأترك حقي في المراء. سيدنا النبي يضمن لك بيتا في ربض الجنة. أيضا كنت مع أصدقاء ومع أحبة وكنتم تتكلمون تكذب لكي يضحكوا، وإن كنت مازحا سأترك الكذب ولو أنه مزح، لك بيت في وسط الجنة، ولمن حسن خلقه له بيت في أعلى الجنة، فهذه نعم كبيرة. حتى قال سيدنا النبي من الأخلاق الحسنة، قال ربنا عز وجل يحرم النار على أصحاب الأخلاق الكريمة، ألا أخبركم بمن يحرم عليه النار وتحرم عليه النار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال كل قريب هين سهل. هل فيك هذه الصفات؟ أن تكون قريب من الناس، قريب من زوجتك، قريب من أولادك، قريب من أصهارك، قريبا من زملائك في العمل، قريبا من جيرانك، قريبا مع الناس في الحياة العامة، قريب، هين سهل، على كل قريب هين سهل، إلى فكرة الصفة، فهنيئا لك. والصفات كثيرة، سيدنا النبي قال بأن من اتصف بها هو من أهل الجنة،
منها صفة الحلم. الحلم هو العفو عند المقدرة، أنك قد تتعرض للإساءة وترد بسعة الصدر وبالعفو الجميل، ولا ترد الإساءة بالإساءة. هذه نعمة عظيمة. صاحب هذا الخلق ربنا يقول ادخل الجنة بلا حساب. كذلك المغفرة عند الجهل، إنسان يسيء إليك أو يجهل عليك، تكون إما في الحافلة أو في السوق أو في البرلمان أو في أي مكان، وأحدهم قد يجهل عليك، يسيء عليك، يتهجم عليك، فأنت ترد عليه بالصفح، إن اعتذر، وإن لم يعتذر ستطبق فيه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا أصحاب القلوب النقية الذين يغفرون عند الجهل يدخلون الجنة بلا حساب. ثم ذكر النبي الكريم منهم الذي يستغفر عن الذنب، سريع الاستغفار، ويذنب ويخطئ لكنه سريع الاستغفار. قال عنهم النبي الكريم إذا أذنبوا بادروا بسرعة الاستغفار، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذه كلها أعمال طيبة سهلة تدخل العبد إلى الجنة، لكن بالمقابل تحذير أيها الأحبة الكرام، هناك أعمال أخرى قد تبدو بسيطة لكنها قد تحرم العبد من الجنة. أولها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين، سيدنا النبي قال لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة. الجنة هي من أعظم المنازل، ولا يدخلها إلا ذو قلب سليم. فكيف تجتمع سلامة قلبي مع عقوق للوالدين؟ تعق أمك وقد حملت بك 9 أشهر، أو تعق والدك وقد رباك ورعاك. الجنة لا تقبلك إذا كنت عاقا لوالديك. كذلك من الأعمال التي قد تحرم العبد من الجنة الخمر، شرب الخمر هي أم الخبائث، فالناس في شعبان على الأقل يقلعون عن شرب الخمر، لأن الخمر حرمها الله تعالى لكونها مظنة كل شر وسبب كل بلاء. وسيدنا النبي قال بصريح العبارة، قال لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة مدمن خمر. فأصحاب الخمر عليهم أن يتوبوا ويسرعوا ويقلعوا قبل فوات الأوان. أيضا الأعمال التي تمنعك من الجنة أن تؤذي جارك، الجيران الذي يؤذي جاره ولا يأمنه على ماله وعلى على أولاده ولا على زوجته ولا بناته. هناك من عنده بنات وزوجة وأولاد يخاف من جاره قد يؤذيه. هذا الجار الذي يؤذي والناس يخافون منه حرم الله عليه الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. جاره لا يأمن بوائقه، دائما يخاف من أنه يؤذيه أو يؤذي ممتلكاته أو يؤذي أولاده. كذلك لا يدخل الجنة من كان قاطع للرحم، الذي يقطع الرحم، لأن الرحم اشتق من الرحمن، وربنا عظم قيمة الرحم. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرحم مشتق من الرحمن، وربنا قال فيها أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ربنا يخاطب الرحيم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. لهذا قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذه مناسبة ديال العواشر، لا أحب الكرام نوصل العائلة ديالنا والأحباب ديالنا ونخزيو الشيطان ونبدأ صفحة جديدة. ثم من أخطر من يمنع الجنة، وهو أن يكون الإنسان في قلبه الكبر والعزة على المؤمنين، إنسان يتكبر على الآخرين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة ذرة من كبر، اللي فيه ذرة من الكبر، لأنك الذرة بسرعة تنمو وتكبر ويشبع أن الإنسان يشعر بعظمة في نفسه، يتعاظم على الآخرين. والكبرياء رداء الله والعظمة إزار الله، من نزعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. إنسان لابد أن يبتعد عن الكبر وعن الخيلاء والعجب بالنفس ويتواضع لخلق الله. لكن علينا أن نفهم أيها الأحبة الكرام بأن هذه الجنة لا ندخلها بأعمالنا أبدا. لا تظن بأن العمل
الذي نقوم به هو الذي يدخلنا الجنة، لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل سبب دخول الجنة هو رحمته الواسعة لا أعمالنا، وهذا من كمال عدله ورحمته. لكن الجنة درجات فيها تفاضل، والتفاضل يكون بمدى بالأعمال. سيدنا النبي يقول ربنا ينادينا يقول ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، اقتسموها بأعمالكم. فكان سيدنا النبي يوصي ويقول قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرحمة الله هي التي تدخل الجنة، لكن ما قيمة العمل؟ العمل اقتسموا مقامات الجنة بأعمالكم، هناك درجات وهناك تفاضل بين الناس، وسببه التفاضل في الأعمال. ولكن الله تعالى مع كل ذلك هو الرحمن الرحيم، يتفضل على كل عباده، حتى قال سيدنا النبي الكريم هذه الأمة ثلاثة أتلات يوم القيامة، ثلاثة أتلات، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا، لماذا؟ لأنهم أذنبوا ذنوبا، وثلث أيضا ربنا سبحانه وتعالى يتكرم عليهم بفضله ومنه. وتلا سيدنا النبي هذه الآية لما قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله كريم، الله تعالى يدخل العباد حتى الظالمين، منهم ظالم لنفسه ربنا يرحمه، ومنهم مقتصد يعمل قليل ثم يغيب، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل هؤلاء هذا قال فيه ذلك هو الفضل الكبير. فعلينا أيها الأحبة الكرام أننا نبدأ صفحة جديدة مع هذه المناسبة الطيبة، نحن في شعبان وعلى أبواب رمضان، علينا أن نجدد الإيمان، نجدد الحياة، ولا نهتم كثيرا بمشاكل الدنيا ومصاعبها، فهي كلها على بعضها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. علينا أن نكثر من الدعاء، الدعاء أيها الأحباب الكرام في هذه المناسبات وفي هذه الشهور الفضيلة المباركة. سيدنا النبي مر على صحابته ووجد من بينهم يدعون، كان من بينهم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل يدعو دعاء فيه كلام موزون وكلهم يرددون حوله. فجاء رجل وأراد أن يدعو فلم يدري وقال أما إني يا معاذ لا أحسن دندنتك ولكنني أسأل الله الجنة وأستعيد من النار. فالنبي الكريم سمع هذا الرجل، قال هؤلاء الصحابة كانوا يقولون دعاء طويل وعريض، سيدنا معاذ كان يقول وهم يرددون، وهذا الرجل قال لا أعرف أي دعاء، أنا أقول دعاء واحد، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقط، هذا ما يعرف، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فلما رأوه يقول هذا الكلام البسيط قال لهم أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ابن جبل. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل الأعرابي هذا الصادق المصدوق، قال حولها ندندن، حولها ندندن، يعني أن نكثر من الدعاء لكي يلهمنا الله الإيمان ويلهمنا اليقين ويحبب إلينا التدين والصلاح والإصلاح، لأن هذا هو رأس المال الحقيقي، وكل ما عدا ذلك فهو متاع الدنيا قليل. نسأل الله تعالى أن يلهمنا وإياكم الصواب ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا ويجعلنا من عباده الصالحين. قولوا معنا جميعا أمين. آمين آمين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.